أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أعلى سلطة. في أعلى سلطة اليوم نتحدث عن آخر الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، وهي جريمة هدم المنازل والتهجير القسري للفلسطينيين. نحن هنا نتحدث عن القانون الدولي، ما موقف القانون الدولي من هذه الأحداث؟ ونحن وإسرائيل سوف نقف أمام هذا القانون حتى نرى من سينتصر في النهاية. حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيف في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن أبو النصر، أستاذ القانون الدولي، للحديث عن رؤية وموقف القانون الدولي مما يجري في الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. يعني أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك. يعني بداية دكتور، يعني دعنا نتحدث عن الموقف القانوني لسياسة هدم المنازل التي تقوم بها إسرائيل الآن. حقيقة هذا الموضوع تنبه له القانون الدولي وتنبه له الاتفاقيات الدولية منذ عام 49 حينما وضعت هذه الاتفاقيات، ووضعت نص خاص في المادة 49 فقرة 6 حول تهجير السكان الأصليين من أماكن وجودهم من قبل الدولة المحتلة، وأيضا المقابل كمان أيضا إحلال سكان دولة الاحتلال على الأراضي، وبالتالي لها جانبين، جانب الترحيل وجانب الإحلال. ومن هنا طبعا يأتي هذه النظرة حول موضوع ترحيل السكان الأصليين عن أراضيهم، وبالتالي هذه تعتبر كما سمتها اتفاقيات جنيف عام 49 أنها انتهاكات جسيمة. هذا التوصيف فيما بعد في عام 1977 كان في هناك بروتوكولين إضافيين أيضا لاتفاقيات جنيف أطلق على هذا الإجراء، وهو ترحيل السكان الأصليين، جريمة حرب. نعم. وثق أيضا هذا في قانون المحكمة الجنائية الدولية في الذي أصبح نافذ المفعول في 2002 أنه جريمة حرب في المادة 8 من هذه الاتفاقية، وبالتالي هذا التوصيف القانوني الأصيل لهذا الإجراء أنه جريمة حرب، وبالتالي هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم. هذه الجريمة أيضا تسأل عنها القيادة الإسرائيلية سواء ذلك السياسية أو حتى الإجراء العسكري الذي قامت به في هذا التوقيت، وبالتالي هذا مسؤولية سياسية ومسؤولية أيضا مسؤولية التنفيذ، أن ما يقوم به هؤلاء الأفراد وهؤلاء الأشخاص الإسرائيليين على في المساس بشعبنا الفلسطيني في وادي الحمص وفي سور باهر وفي كافة المناطق الفلسطينية هي جريمة حرب لا بد من ملاحقتها ومتابعتها بشكل أساسي في هذا الموضوع بصراحة. نعم. يعني دكتور عبد الرحمن، يعني في النهاية يعني إسرائيل حتى الآن على ما يبدو تعتمد على القانون الذي كانت قد وضعته، القانون البريطاني سنة 1945، مع معرفتها بأنه تم إلغاء هذا القانون مسبقا، وهناك أوساط فلسطينية عديدة طالبت بمحاكمة والنظر إلى هذه القرارات التي تتخذها محكمة العدل العليا الإسرائيلية. كيف ينظر يعني القانون الإسرائيلي إلى أحداث كهذه في النهاية؟ حقيقة أن نحن أيضا كدراسات قانونية عالجنا مثل هذا الموضوع في دراسات عديدة، وأيضا القانون الدولي بالنسبة للنقطة هاي أيضا لا أريد أدخل بها بعمق، لأنه هاي مسألة يعني فيها دراسات قانونية واضحة في هذا السياق أنه لا يجوز، والقانون الدولي يؤكد على ذلك في اتفاقية قانون المعاهدات العام 69 بأنه لا يجوز أن يكون هناك قانون محلي يعلو على القانون الدولي. نعم. وبالتالي كافة القوانين المحلية والداخلية والوطنية في كافة دول العالم التي هي جزء من منظومة الدول في هذا المجتمع الدولي يجب أن تكون خاضعة لمنظومة القانون الدولي، ولا يجوز لها أن تتضرع بقانونها الداخلي أنه أعلى من القانون الدولي، لا يجوز لها ذلك بتاتا. نعم. وبالتالي هذا جزء أساسي من قانون المعاهدات. ومن هنا طبعا لا يجوز بداية لا يجوز لإسرائيل أن تتضرع بقانون الطوارئ عام 45 الذي هو أيضا ألغي، حقيقة أنه ألغي. صحيح. وكان هناك وثائق قانونية في ذلك تثبت أنه تم إلغاء هذا القانون، لكن إسرائيل تحيي هذا المنظور، ولا أسميه قانون صراحة. نعم. تحيي هذا المنظور وتحاول استخدامه وتحاول أن تحييه، وبالتالي ليس هذا شأن لا شعب الفلسطيني ولا شأن القانون الدولي، وليس له علاقة بالقانون الدولي بصراحة. نعم. وليس لها أن تتضرع بالقانون الداخلي أو قانون الطوارئ لإقامة
لاتخاذ اي اجراء على الاراضي الفلسطينيه باي حال من الاحوال. هناك قانون دولي واضح المعالم بانه لا يجوز انتهاكه ولا يجوز ان تتضرر بالقانون الداخلي لتطبيقه على في مواجهه القانون الدولي. نعم. بتاتا صراحه يعني. لكن في هذه الحاله دكتور عبد الرحمن، هل يتابع القانون الدولي والمشرعين الدوليين ما يحدث في الدول كحالات خاصه؟ حقيقه ان هناك مساله اساسيه. نعم. في هذا السياق القانون الدولي صراحه هو اداه من ادوات النضال وادوه. صحيح. من ادوات الصراع. نعم. إذا أحسننا استخدامه أيضا سيحسن استخدام أيضا إعطاء النتائج والآثار في ذلك. نعم. بداية القانون الدولي يحاول أن يعطي التوصيف السليم للإجراء، وبالتالي وصف هذا الإجراء كما ذكرت سابقا أنه توصيف أنه جريمة حرب، وبالتالي. نعم. هذا هو توصيف القانون الدولي. فيما يتعلق بالإجراءات طبعا على الدول وعلى الشعوب وعلى العالم أن يتخذ من هذه الإجراءات ايضا سبيل له للوصول الى الحق حقيقه، بحيث انه احيانا القانون الدولي هو يضع امامك التوصيف بان هذا اجراء غير قانوني وانه. نعم. يشكل جريمه حرب. طبعا انت كمتضرر، انت كضحيه، عليك ايضا ان تحسن استخدام الادوات لاحياء هذا القانون وجعله ايضا كفاعل مهم في هذا السياق. من الاهميه بمكان ان نذكر انه يمكن هذه الادوات ايضا تم تطويرها صراحه. نعم. سابقا لم يكن في هناك تطوير لهذه الادوات، بمعنى انه في هناك مساله اساسيه وهي انشاء المحكمه الجنائيه الدوليه. انشئت عام 98 وبالتالي دخلت حيز النفاذ عام 2002 وبالتالي. نعم. هنا أداة مهمة. هذه الأداة حقيقة تحاول السياسات الدولية الضغط على المحكمة صراحة. وحاولت أيضا إرهابها. نعم. هو هنا يسمى هذا الإرهاب الذي يحاول أن يستخدم ضد هذه المحكمة. أنا باعتقادي أنه على المحكمة أن تقوم بمثل هذه التحقيقات وأن تحاول أن تقوم بمثل هذه الإجراءات أيضا لانتصار للعدالة، ليس انتصارا لشيء آخر بصراحة. نعم. وبالتالي. نعم. نحن ما نتوخى وما نبتغي هو الوصول إلى العدالة، وبالتالي من هنا هذه المسألة مهمة حقيقة. وأقولها أيضا بالنسبة للإجراء الفلسطيني، الإجراء الفلسطيني صراحة قد تم، وأنا جزء من اللجنة الوطنية لمتابعة أعمال المحكمة الجنائية الدولية. نعم. قد تم إحالة، وبالتالي إحالة من جانبنا نحن كدولة فلسطين. نعم. أيضا إلى المحكمة الجنائية الدولية ملف الاستيطان بالذات. نعم. اللي هو مسألة الترحيل السكان وإحلال سكان دولة الاحتلال. نعم. وهذه له الاستيطان له جانبين ليس جانب واحد فقط. صحيح. وبالتالي هنا مسألة مهمة على المحكمة أن تتخذ من المفاعيل، لأنه حقيقة أن طول هذه التحقيقات الطويلة الأمد، هذه الإجراءات التي تقوم بها سيبدد الأدلة. نعم. هذه الأدلة هي في مواجهة أشخاص يتهموا بأنهم اتخذوا مثل هذه الإجراءات. هذه طول الأمد التحقيقات. نعم. أيضا سيبدد هذه الأدلة بشكل أو بآخر. هؤلاء الأشخاص الذين ستوجه لهم الاتهامات ممكن أن لا يكونوا قد يعني قد يكونوا فارق الحياة، وبالتالي. صحيح. هنا مسائل متعددة في هذا السياق، يجب أن يكون في هناك إسراع. نعم. في هذا السياق بتحقيق العدالة بشكل، لا نقول بشكل سريع بحيث أنه أيضا تكون عدالة سريعة، لا، كمان أيضا العدالة البطيئة هي جزء من الظلم. صحيح. وبالتالي طبعا هاي مسألة مهمة في هذا السياق على المحكمة. هذا موضوع حساس جدا في بالتأكيد. وبالتالي حينما هؤلاء السكان يشردوا في 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 من بيوتهم من مساكنهم، والمعاناة التي ستلحق بهم، الأضرار التي ستلحق بهم، كيف يمكن أن نحقق هذه العدالة أن لم يكن في هناك عدالة على الأقل سوية، لا أقول سريعة ولا أقول. نعم. بطيئة. نعم. سوية حقيقة. صحيح. معتدلة في إجراءاتها، لكن ألا يكون في هناك فتح ملف فلسطين في قضايا الاستيطان، في قضايا الأسرى، في قضايا الحرب على غزة من 2014 ثم لا يتم اتخاذ أي إجراء فاعل على الأرض. وبالتالي طبعا هذه مسألة حقيقة يجب أن يكون في هناك عمل سياسي، لا أقول ضغط سياسي، عمل سياسي في مواجهة المحكمة لأن تقوم بإجراءاتها. نعم. بالشكل السليم وبالشكل الصحيح. سياسي يعني نحن الآن بحاجة إلى عمل سياسي أم قانوني؟ كما ذكرت في هناك مسألة أساسية. نعم. ذكرتها وهي أن القانون الدولي. الأهم فيما. نعم. نعم. كما ذكرت أن القانون الدولي هو أداة من أدوات الصراع. وبالتالي هذا هو القانون. نعم. لكن من يفعل هذا القانون هو السياسة. نعم. من. صحيح. يفعل هذا القانون هو السياسة، هذا هو المهم حقيقة. وبالتالي هذه مسألة تعتمد على السياسة. نعم. القانون أعطاك التوصيف كما ذكرت. أعطاك التوصيف، أعطاك. نعم. الحق،
لكن من يفعل هذا الحق؟ إن لم تكن محامي جيد لقضيتك لن يفعل هذا الحق، وبالتالي على السياسة أن تقوم بمفاعيلها. حينما تم التوجيه لم يتم التوجيه بالأمس من قبل القيادة الفلسطينية لأي جهة قانونية، تم التوجيه لوزارة الخارجية كأداة سياسية للعمل السياسي على هذه المنظمات وعلى هذه المؤسسات ولتفعيل هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية لإصراف اتخاذ إجراءات. نعم، يعني دكتور عبد الرحمن ومشاهدينا الكرام، دعونا نتابع هذا التقرير يعني الاطلاع أكثر على ما يجري في المدينة المقدسة ثم نعود. جريمة إنسانية وخروج عن كل القواعد والقوانين الدولية، فإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم 100 شقة سكنية وتشريد 500 مقدسي في وادي الحمص في سور باهر جنوب القدس جريمة تصنف في خانة التهجير القسري. فما اقترفته جرافات الاحتلال وآلياته العسكرية هو من ثمرة الضوء الأخضر الذي حظي به بحماية أمريكية علنية لفرض شكل القدس الذي يحلم به. وكذلك تأتي هذه الجريمة أوضح بطاقة تعريف بحقيقته الإجرامية للعالم كله. هو نموذج يعيدنا لما جرى في منطقة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة كصورة من صور الاختراق الواضح من قبل الاحتلال، وكنموذج مقدسي للصمود والثبات، لسيما في ظل نية الاحتلال الاستمرار في عمليات الهدم. عدد من الدول العربية والأجنبية ومنظمات دولية أدانت الجريمة بحق حي وادي الحمص، حيث استنكرت دولة قطر عملية الهدم الإسرائيلية ووصفتها بالجريمة ضد الإنسانية، معتبرة في بيان أصدرته وزارة خارجيتها أن هدم منازل في وادي الحمص ببلدة سور باهر هو تعد على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. في ذات السياق أدانت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية والعديد من مؤسسات المجتمع المدني وأحزاب، أدانت إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على هدم 10 الوحدات السكنية العائدة للمواطنين الفلسطينيين في منطقة سور باهر، مشددين على رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية الفرنسية والاتحاد الأوروبي بالشدة الجريمة الإسرائيلية، مؤكدة أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته تغيير طابع مدينة القدس القانونية وتركيبتها الديموغرافية والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم، خصوصا وأن عمليات الهدم الجارية في أراض محتلة أمر يخالف القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. لبرنامج أعلى سلطة، سالي السكني. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام لاستكمال هذا الحوار. يعني دكتور عبد الرحمن، الكثير من الآليات، الكثير من التفاصيل المتعلق بقضية وادي الحمص وتهجير السكان في تلك المنطقة. الجدار قضية كبيرة، ونحن كفلسطينيين يعني الجميع يتحدث بأنه يجب أن نتعامل معها بحكمة. القانون الدولي كيف ينظر إلى قضية الجدار، وخصوصا أنه يعني الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن أنه تم هدم هذه المنازل لأنه تقترب من الجدار إلى ما هو أقل من 300 متر، وهذا وفقا للقرارات الإسرائيلية لا يجوز. القرارات الإسرائيلية ليست قدرا منزلا علينا، صحيح، لا كشعب ولا قدر منزل على القانون الدولي بصراحة. هيك نعم. كما ذكرت هناك مسألة أساسية تذكرها اتفاقية فيينا للمعاهدات، أنه لا يجوز التضرع بقرارات وقوانين داخلية على القانون الدولي. نعم. القانون الدولي هو يعلو ولا يعلى عليه حقيقة في هذه المسألة، وبالتالي هنا مسألة مهمة وأساسية، أن هناك مسألة قضية مهمة أمام المحكمة العدل الدولية قد كسبناها نحن كفلسطينيين، وهذه مشهد مهم كان في هذا السياق، وهي رأي استشاري صحيح للمحكمة الجنائية، محكمة العدل الدولية. وبالتالي هذه المحكمة هي جزء من منظومة الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية. كان هناك قرار مهم، وأيضا الحث على
أيضا دفع التعويضات للسكان الفلسطينيين، اعتبرت هذه المحكمة أن الجدار غير شرعي وغير قانوني، وكذلك أيضا دفع التعويضات للفلسطينيين وللشعب الفلسطيني الذين تضرروا من هذا الجدار. نعم. ومن هنا طبعا هذه مسألة أعطانا إياها التوصيف القانوني الدولي بأن هناك معنى شرعية بعدم وجود وشرعية وآثار هذا الجدار، أنها جميعها غير قانونية وغير صحيحة من وجهة القانون الدولي. نعم. وبالتالي علينا أن نعمل ونفعل هذا القرار على كل المستويات الدولية صراحة، وبالتالي طبعا على المؤسسات الدولية أن تتخذ إجراءاتها في هذا السياق. أيضا المحكمة أشارت إلى مسألة التعويضات حقيقة. نعم. وبالتالي هنا أيضا من الأهمية بمكان، ليس المسألة مسألة أن نقبل بتعويضات أو لا نقبل، المسألة في هناك حقوق أشارت إليها المحكمة، يجب علينا أيضا أن نفعل هذا المجال، مجال الحصول على تعويضات التي تضرر الناس من خلالها من جراء هذا الجدار. هذه التعويضات ليس هي في حد ذاتها هي الفائدة. نعم. الفائدة الأساسية أننا ننظر إلى هذا الجدار أنه غير شرعي ونطالب بالتعويضات الناجمة عن هذا الجدار. نعم. هذه مسألة أساسية، وبالتالي لا يجب أن يسكت الحديث عن الجدار بصراحة وعدم شرعيته. نعم. لأنه منظر هذا الجدار حقيقة أنه مؤذي يعني، وبالتالي عدم ما يعني عدم الاقتراب من بناء هذا الجدار يقسم البيت نصفين، هذا الجدار يقسم الجامعة نصفين، هذا الجدار يقسم الإنسان إلى نصفين. نعم. صراحة. وبالتالي هذه مسائل مهمة في مواجهتها بالوسائل القانونية والوسائل الشرعية في هذا التي أتاحها القانون الدولي لنا. نعم. وأتاح هذا القرار بالذات بالأهمية، وهذا قرار مهم حقيقة في النضال الفلسطيني، النضال القانوني الفلسطيني. نعم صحيح. طب يعني دكتور عبد الرحمن، بنظرة بعيدة وشاملة، هل يدرك القانون الإنساني الدولي خطورة ما يجري؟ الأمر لا يرتبط بعدة منازل تم تفجيرها وتهجير من يسكنون بها، الأمر لا يتعلق ب يعني بعض السكان، الأمر له علاقة برؤية شاملة استيطانية إحلالية أيضا، ومحاولة لتطبيق رؤية واحدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي نتيجة أو تتعلق بالحل النهائي لهذه القضية. نعم. حقيقة. نعم. هناك مسألة أساسية مهمة، وهي أن إسرائيل تحاول استغلال الظرف السياسي الحالي على المستوى العالمي لإحداث نتائج على الأرض. نعم. طبعا بتطبيق بنود بمظاهر لصفقة القرن على الأرض، هذا طبعا ممكن أن يكون وارد، وبالتالي هنا تحاول استغلال هذه المرحلة التي تعتبرها إسرائيل أنها في مصلحتها من الناحية السياسية. نعم. على الصعيد الدولي تحاول أن تحقق نتائج على الأرض، وبالتالي هنا مسألة مهمة صراحة، هذا يجب أن يزيد من جانبنا من جذوة أيضا العمل الفلسطيني. نعم. في مواجهة هذه الإجراءات وألا تحقق أيضا نتائجها على الأرض، لأنه كمان أيضا كما هو واضح أنه النتائج حينما تحقق على الأرض من الصعب إزالتها، من الصعب زحزحتها، وبالتالي تصبح أمر واقع، وبالتالي تريد بعد ذلك أن تبدأ من حيث انتهت. لا، ليست هذه المسألة يجب التعامل معها بأنها قدر مقدور علينا، لا. وبالتالي هنا يعني مسألة مهمة أن أدواتنا جميعا يجب أن نستخدمها. نعم. في هذا الصراع في مواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية. نعم. مركز أو مفاعيل القوة التي تحاول استخدامها إسرائيل هي مفاعيل متغيرة صراحة، لكن أيضا ألا نحاول أن نستكين في مواجهة هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال. نعم. كل ما نستطيع اتخاذه من إجراءات يجب أن نعمله، كل ما نستطيع أن نحاول من إجراءات من وسائل استخدامها يجب أن نستخدمها في الإطار الدولي والإطار العالمي والإطار أيضا الإقليمي والإطار المحلي، وبالتالي. نعم. هذه مسألة مهمة جدا صراحة في هذا الصراع. نعم. مع الاحتلال. نعم. يعني أنت أشرت دكتور عبد الرحمن إلى أهمية أن تدعم السياسة القانون، كفلسطينيين هل لدينا القدرة بحماية القانون وبناء على القانون الدولي أن نتحرك باتجاه يعني كل هذه الأمور لوحدنا، أم أنه نحن بحاجة إلى دعم عربي إقليمي ودولي أيضا؟ بلا شك أنه لا نستطيع أن نقول أننا لا نستطيع. لا. نعم. نحن نستطيع، لكن أيضا نحن في حاجة إلى أحرار العالم ككل بصراحة. نعم. ابتداء من الإقليم العربي وانتهاء بالإقليم العالمي،
وهذا الإقليم العالمي هو جزء، نحن جزء منه وهو جزء منا. وبالتالي طبعا أيضا أحيانا حينما نقبل بأنصاف الحلول في السياسة هو لأننا جزء من هذا العالم، وبالتالي على العالم أيضا أن يحترم عدالة قضيتنا وأيضا أن يعمل على إيصال هذه الحقوق، لكن كمان أيضا نحن كفلسطينيين رأس الحرب في هذا الصراع. نعم حقيقة. وبالتالي لا نستطيع أن نركن إلى أنه والله العالم العربي أو العالم الإسلامي أو كذا، نحن في حاجة إلى الجميع، لكن لا نستطيع أن نسلم الراية إلى أحد. نعم. نحن أصحاب هذه الراية، نحن أصحاب هذا الحق، نحن أولا وأخيرا المطالبين بتوجيه البوصلة صراحة. وبالتالي إذا فقدنا هذا التوجيه من جانبنا حقيقة ممكن القضية كل ككل تذهب هباء منثورا، لأنه في النهاية مصالح هذه الدول ومصالح هذه الدول حقيقة ليس الشعوب، هي مصالحها معنا كعدالة قضية كإنسانية هذه القضية. وبالتالي هنا المسألة شرعية القانون الدولي معنا، شرعية النضال معنا، هذه الشرعية تحتاج إلى أيضا أن نكون أيضا نحن أن نكون محامين جيدين لقضيتنا. نعم. هذا جانب أساسي. أيضا هذا المجتمع الدولي هو ساحتنا الأساسية صراحة في العمل وفي النضال وفي تكريس الجهود لمواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية. نعم. ليس لوحدنا فقط، لكن نحن الأساس في هذا صراحة. نعم. بالتأكيد. يعني دكتور عبد الرحمن، نحن نعلم بأنه السياسة تلعب دور كبير في حتى في تحديد يعني أو بشكل أساسي في تحديد موازين القوى. أكيد. ولكن نحن مؤمنين بعدالة قضيتنا، يعني في حال أنه سرنا بالاتجاه الصحيح، ونحن نعلم للأسف أنه الأمور التي ترتبط بالقانون عادة تأخذ وقت طويل، وأنت أشرت إلى أنه هذا شيء خطير متعلق بالقضية، ولكن ما أهم ما يعني يجب أو من الممكن أن نحققه على المستوى الدولي بحماية القانون الدولي؟ حقيقة في هناك مسألة أساسية مهمة، وهي أنه يجب أن ندركها، هي يمكن نقطة نوعا ما فلسفية، أن نعم. عامل القوة دائما عامل متغير. نعم. وبالتالي هذا مرتبط بعامل السياسة، لكن عامل القانون عامل نوعا في ثبات. صحيح. وبالتالي هذا هو من الأهمية بمكان، أن هذا القانون أعطى شرعية لكل الحقوق الفلسطينية المختلفة، سواء على صعيد الأرض أو على صعيد إقامة الدولة، على صعيد عودة اللاجئين، على كافة الحقوق. وبالتالي نعم. هنا من الأهمية بمكان أن نعمل على أن نكرس سياسيا، أن نكرس هذا. قد لا نستطيع حقيقة في ظل هذه السياسات الدولية، في نعم. ظل هذه الفترة المحدودة من أيضا التزاوج بين السياسة الإسرائيلية والأمريكية، لا أقول دعم، هو تزاوج وامتزاج بصراحة. نعم. حتى أصبحنا لا نفرق بين السياسة الإسرائيلية والسياسة الأمريكية. صحيح. وبالتالي هذا التزاوج يجب أن نعمل على أن نتخطى هذه الفترة العصيبة بصراحة. نعم. لكن أن نتخطاها بأقل الأضرار، دون تنازل، دون تفريط في حقوقنا بشكل أساسي، وأيضا أن نعمل على عدم تكريس الحقائق على الأرض. نعم. هذه مسألة مهمة، وكيف نعمل على مواجهتها. هنا في صعد داخلي وصعد خارجي بصراحة. وبالتالي هنا أيضا العودة إلى الاتفاقيات، لا تريد إسرائيل مثل هذه الاتفاقيات أو لا تريد العودة إليها فلتكن، هناك نبدأ من جديد في نعم. مسألة الشرعية الدولية. صحيح. وبالتالي هنا المسائل أيضا يجب أن تكرس بشكل أساسي وبشكل مهم في وضع الاستراتيجيات في هذا السياق. نعم. نريد أن نظل نسير باتجاه الاتفاقيات التي وقعت مع الجانب الإسرائيلي، اتفاقيات أوسلو وما لحقها من بروتوكولات، فليكن، فلنحتكم إلى، لا تريد الاحتكام إلى هذه البروتوكولات وإلى هذه الحقائق القانونية، ليست حقائق سياسية طبعا ممكن تغييرها والتلاعب فيها. هناك أيضا مسألة القانون الدولي، القانون الدولي يؤكد على أن مسألة أراضي دولة فلسطين هي أراضي عام 67، وباقي ذلك، وأي استيطان إسرائيلي هو استيطان غير شرعي وغير قانوني، أي إجراءات داخل القدس هي إجراءات غير شرعية وغير قانونية، وهذا منذ بداية الاحتلال عام 67، يعني ليس جديدا، ليس حديثا، وليس هذه الإجراءات القوانين الاستيطان القرارات بشأن الاستيطان هي مستحدثة في نهاية كما القرار اللي اتخذ في نهاية عهد أوباما، لا، هي منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي صراحة كان القانون الدولي منتصر للقضية الفلسطينية، كان في هناك أيضا عدة لقاءات وعدة تفعيل، لكن هنا أيضا يجب أن نكون فاعلين أكثر. يعني كان في هناك اجتماع، يمكن ما عدتش أسمع عن هذا الاجتماع مرة ثانية، وهو نعم. اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف. صحيح. وكان في هناك اجتماعين
في هذا السياق لتكريس هذه، لأن تكون وأن تأخذ الأطراف السامية المتعاقدة في هذه الاتفاقيات دورها في العمل في التنفيذ هذه ما أقرته الاتفاقيات، وهذا شيء مهم. نعم. أن الأدوات نستخدم الأدوات القانونية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، أن نستخدم الأدوات الدولية المتعلقة أيضا بالمجتمع الدولي، وهذا شيء مهم. نعم. صراحة أن حقيقة ممكن الذهاب إلى مجلس الأمن أن نواجه بالفيتو الأمريكي، لكن في مسألة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف لا. نعم. فيش فيتو. صحيح. في المحكمة الجنائية ما فيش فيتو، وبالتالي هنا مسألة أيضا أن يكون في هناك نضال على كافة المستويات. نعم. وبالتالي أن ألا نقصر في متابعة قضايانا ومتابعة حقنا، وحقنا يستحق النضال، يستحق حقيقة كل ما نعمله هو أقل ما يمكن أن يكون بالنسبة لهذه القضية المقدسة. نعم بالتأكيد، يعني أود أن أشكرك جزيلا بقوة الحق والقانون، سنقف بالتأكيد في وجه إسرائيل. أود أن أشكرك جزيلا دكتور عبد الرحمن أبو النصر أستاذ القانون الدولي، كنت معي. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة برنامج أعلى سلطة، نلقاكم في حلقة مقبلة في أمان الله. We'll be right back.